طيب حضرتك قلت انه مصر ستتحرك اذا ما لحق بها اي ضرر مائي، ما هو شكل هذا التحرك ومتى سيادة الوزير؟ احنا زي ما دائما بنتحدث عن اهتمامنا بالجهود الدبلوماسية والسياسية، وسوف تتخذ الدولة كما تفضل السيد رئيس الجمهورية بكل الإجراءات الكفيلة بحماية الأمن المائي المصري، وكل هذه الإجراءات تتم في التوقيت الملائم واتصالا بوقوع ضرر أو انتقاص من حصة مصر أو تصرف غير مسؤول من قبل إثيوبيا في سواء الملء الإحادي أو في إدارة وتشغيل السد. المجتمع الدولي سيادة الوزير بصراحة يعني وحضرتك قلت أنه يجب أن يطلع بمسؤولياته، يعني النهاردة التصريح الخارجية الأمريكية أنه نشجع على استمرار المفاصم مياه النيل، لا يبدو المجتمع الدولي منشغلا بحدوث أي اضطرابات في هذه المنطقة أو أن هذه القضية تؤثر على الاستقرار في المنطقة، دور هنا المجتمع الدولي هل ترى تقاعسا؟ أرى بالتأكيد أنه لابد من مزيد من التفاعل ومزيد من الاهتمام، لأن هذا الأمر ينبئ بتطورات خطيرة لها تأثير بالغ على السلم والأمن الدولي. كما قبل أعضاء مجلس الأمن في العام الماضي نظر هذه القضية نظرا لخطورتها، أتصور أنه على المجتمع الدولي أن يعي تماما بأنه ولا مصر ولا السودان سوف تسمح بأي وقوع ضرر عليها.